يسددون ضرباتهم استفسالاً للدفاع عن محافظتهم. هكذا تبدو مشاهد المواجهات في الجبهة الشرقية من مدينة تعز. ارتفاع وتيرة القتال لا تعني سوى تهاوي معقل الميليشيات الانقلابية، فالخيار الوحيد هنا وكما يبدو تحرير المحافظة نهائياً. المعارك على جدها، ونحن برغم قلة الإمكانيات والدعم ولكننا عازمون على طرد الميليشيات من داخل مدينة تعز بالكامل، وإن شاء الله يعني نحرر المدينة بأكمله. من الواضح أن المدينة هي المفتتح لتخليص المحافظة من الميليشيات، مهما بدت المعركة صعبة ومعقدة، خصوصا مع قلة الدعم وشحة الإمكانيات وضعف الإسناد الجوي من التحالف. كما أن صعوبة المعركة تزداد تعقيدات أيضا بانتشار كثافة الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع، لكن كل ذلك لم يمثل سوى مخاوف يمكن اجتيازها بالنسبة لأفراد الجيش والمقاومة الشعبية الذين قطعوا مسافات واسعة من الجبهة الشرقية وجرى تأمينها، لتبقى المسافة قصيرة بنظرهم إلى أهدافهم التالية: تبة سوفيتيل والقصر الجمهوري ومعسكر التشريفات. وصلت جميعنا اليوم بحمد الله إلى مشارف وأعالي منطقة الجعشة والسلال. سنستمر في هجومنا، سنستمر في تقدمنا، سنستمر في دحر الميليشيات الحوثية الانقلابية. الإسناد الجوي في فترات سابقة كان أفضل وكان أكثر، ونحن ننتظر الإسناد الجوي، ونظن أن إخواننا في قيادة التحالف لهم أولوياتهم ولهم دراساتهم، ومع ذلك نحن ننتظر أن يتدخل التحالف في التغطية ليقلل من الخسائر في الأرواح وليختصر المدة والزمن. تبدو المهمة شاقة في مشوار التحرير بالنسبة لهؤلاء المقاتلين، لكنها أيضا تبعث على الأمل من وسط هذه المشاهد الصعبة، خصوصا بعد كسبهم لجولات متتابعة من المعركة، وهي ما ستخلص المدينة والمحافظة عموما من الميليشيات الانقلابية. تتابع الميليشيات العسكرية وإحراز الجيش والمقاومة تقدما كبير يشكل مسارا آخر للخروج به المحافظة من لظى الحرب التي فرضتها الميليشيا. حمزة أمين، قناة بلقيس، من الجهة الشرقية لمدينة تعز.